تنظم كلية الحقوق بالرباط يعني دولية في موضوع له من الأهمية والراهنية، يعني ما يقتضي مناقشته وتحليله من زوايا ومن مقاربات متعددة. وتندرج مشاركة المعهد العالي للقضاء في هذا اللقاء من منطلقات على ترتكز على أن التكوين القضائي هو رافعة حقيقية للنهوض بمجال العدالة، إذ أن جودة العدالة مرتبطة بشكل وثيق بجودة التكوين في حد ذاته. لذلك يشارك المعهد العالي للقضاء في هذا اللقاء العلمي الذي يضم مجموعة من الباحثين والخبراء والقضاة والمحامين، يعني لمناقشة مختلف زوايا إصلاح منظومة العدالة، لا سيما في البعد المتعلق بالتكوين القضائي الذي يعد رافعة حقيقية للارتقاء بمنظومة العدالة. هذا اليوم كتنظم العيادة القانونية لجامعة محمد الخامس مع مركز الأبحاث والدراسات في المجتمعات العربية يوم فمؤتمر دولي بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل، المعهد العالي للقضاء، وكذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب. هذا المؤتمر الدولي كيهتم بإصلاح العدالة في البلدان العربية، بطبيعة الحال معنا بعض البلدان العربية، ماشي كافة البلدان العربية، لأن كما كتعرفوا راهم 22 تنظن بلد عربي. معنا سلطنة عمان، معنا الإمارات العربية المتحدة، معنا المملكة العربية السعودية، معنا جمهورية مصر العربية، معنا تونس الشقيقة، ومعنا لبنان والمغرب بطبيعة الحال. إصلاح العدالة كيف ما كتعرفوا هو موضوع مهم في السنوات الأخيرة. هاد البلدان كلها قامت بواحد المحاولات ديال الإصلاح، كتختلف هاد الإصلاحات من بين دول اختارت فصل صولات ودول أخرى بقات في صولات متحدة. وهذا المؤتمر هو مناسبة باش الدول تقدم لنا تجارب ديالها نقشوها، والفرصة للمشاركين أنهم يتبادلوا التجارب بين هاد الدول، ولا ربما وعلاش لا في الأخير يمكن نقوموا بمقترحات في هذا السياق.